حذرنا من أن يكون هناك طرف ثالث، وحذرنا من أن تكون الرصاصة الكل يتجنب الرصاصة الذي تشعل فتيل أزمة، لكن اليوم ربما نقول الطرف الثالث هو اليوم غاب الطرف الثالث في هذه المسألة. هناك مثل ما تفضلنا بداية حديثنا هي الانفجار جماهيري بعد انسحاب السيد الصدر وفقدوا البوصلة، وكانت هذه النتيجة. احنا اليوم لا يوجد مستفيد، الاطار هو بعيد كل البعد عن الاحداث الجارية في سابقا وحاليا، ولا يمكن وبريء من كل هذه التهم، لكن تحاول بعض القنوات ان تجعل قوى الاطار والحشد الشعبي المقدس وبعض الاحزاب ان تدخل في ماراثون الدم الحالي الموجود.